نبدأ بقى في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. بقى هنكون بنتعلم إن إحنا إزاي نعمل ديزاين عندي باستخدام أندرويد ستوديو. فعندي هنا في 3 بوينتس هنكون بنتكلم عليهم. عندي هنا الفيو جروبس اللي هي معروفة باسم تاني باسم اللي هو اللاي أوت، وعندي حاجة اسمها فيوز اللي هي معروفة باسم الويدجت، وآخر حاجة هنكون بنعمل فاينل أبلكيشن مع بعض، بحيث إن أنت تكون طبقت إيه في المحاضرة، مش مجرد بس عملت حاجات معانا، لا انت بس عملت فعلا كمان ابلكيشن في اخر المحاضرة نفسها. فيلا بينا بقى نبدأ في الحاجة بتاعتنا او في الاجندة بتاعتنا. فاول حاجة كده الفيو جروبس والفيوز بتاعتي، دول احنا بنستخدمهم عشان خاطر نبني اليو اي بتاعنا، او ان احنا نكون بنبني اليوزر انترفيس اللي عندنا، اللي هو باختصار ان احنا نبني الواجهه بتاعتنا اللي هو الصفحه اللي اليوزر ايه بيتعامل معاها. فده كده هو عندي مين؟ ده كده هو عندي ان انا بستخدم الفيو جروبس، وبستخدم الفيو جروبس طبعا اللي هي معروفه باسم تاني اللي هو اللاي اوت، وبستخدم الفيوز اللي هي معروفه باسم تاني اللي هو الويدجتس. فتعالوا بقى كده نبدأ ان احنا نبص ايه هي اصلا الفيو جروبس وايه هي الفيوز بتاعتي. فتعالوا كده نبدأ ان انا اكلمكم على حاجة جميلة جدا وسهلة جدا جدا برضه. فين فين فين؟ طيب ليكن انا حاليا انا كنت كاندرويد ديفلوبر، كان معايا فلوس، فحبيت كده ان انا اشتري يعني شقة أسكن فيها. فأول شقة عندي كانت موجودة هي كانت متقسمة بالطريقة دي، فكان عندي هنا مثلا في هول، وكان عندي هنا مثلا في بيدروم، وبعد كده هنا أيا كان عندي مثلا هنا الصالون بتاعي في المكان ده. طيب في شقة تانية كانت لا متنظمة، اللي أنت عندك لا أول حاجة هنا عندك الريسبشن، وبعد كده هنا عندك في بيدروم، وبعد كده هنا عندك أيا كان مثلا هول وبلكونة مثلا في الآخر. طيب جيت انت في شقة تالتة برضو، بس هي متقسمة بشكل كاستمايزد شوية. عندك هنا مثلا ده الريسبشن بتاعك، فالريسبشن بتاعك هنا في بيودي على مين؟ بيودي على هول هنا، ففي هول هنا في المكان ده. طب الهول دي هي هنا في نص الهول بالظبط، بتوديك على روم معينة، والروم دي الحلو فيها ان هي مفتوحة هنا ايه على بلكونه، والبلكونه بتاعتنا مع الكورنر بتاعها هنا بيوديك كده على الكيتشن. فالكيتشن بتاعتك هي ايه مشتركه هنا ما بين الصالون وال او ما بين الريسبشن وبين البلكونه بتاعتك. طيب ف وجينا برضو عندنا هنا كمان روم اهي مع كورنر البلكونه في الشكل ده، او حتى ممكن نخليها هنا في الشكل ده كده بالظبط. طيب فزي ما انتم شايفين كده قدامكم ان انا كل شقة من دول، فانا دلوقتي ممكن احب الديزاين اللي هو يكون الرومز كلها جنب بعضها. طيب ممكن حد تاني يقول لي لا انا حابب ان الديزاين بتاع الرومز بتاعتي هي تكون حاجات ايه تحت بعضها. طب حد تاني هيحب الديزاين ان هو يكون ايه لا الشقة بتاعته هيكون كاستمايزد مثلا بالشكل ده، يعني ده تحتيه كده بالظبط في حاجة، وفي نص الحاجة دي في حاجة تانية، وفي نصها في حاجة تالتة، وفيها بالظبط حاجة، وتحتها على اليمين في حاجة رابعة، وهكذا. فإحنا بالنسبة لنا بقى الشقة بتاعتنا دي اللي إحنا بنسميها الفيو جروب. يبقى أنا كده عندي الفيو جروب ده هو اللي هيمثل لي مين؟ هو اللي هيمثل لي الشقة بتاعتي. يبقى أدي كده ده كده فيو جروب، وإحنا كده عندنا أدي هنا فيو جروب، ونفس الكلام هنا إيه؟ فيو جروب. طيب كل بقى روم موجوده من هنا بتمثل لي فيو، يعني ده كده عباره عن فيو، وده عباره عن فيو، وده كده فيو، وطبعا اي حاجه هنا عندنا هي بتمثل مين؟ فيو، اللي هي الرومز بتاعتي بتمثل لي الفيوز اللي عندي، وهي نفس الكلام بالظبط. عندك هنا فيو، وهنا فيو، وهنا فيو، كل بقى الحاجات الصغيره اللي هي الموجوده دي. فزي ما انتم شايفين كده ان انت عندك الفيو جروب، هو احنا بنقول عليه ده الكونتينر، او دي هي الحاجه اللي بتحتوي على عده فيوز.
فالفيو جروب هو اللي بيتحكم لك هل انت هتقدر تحط الفيوز بتاعتك جنب بعضها، ولا هتعمل الفيوز بتاعتك تحت بعضها، ولا تعمل الفيوز اللي عندك كاستمايزد بالشكل ده. فاحنا خلال محاضرتنا النهاردة هنكون بنتعلم ان احنا ازاي نعمل فيو جروب، وتحديدا الفيو جروب ده هيسمح لك انك تحط فيوز جنب بعضها او فيوز تحت بعضها. طيب لو احنا عايزين نعمل فيوز كاستمايزد دي لسه هنعرفها يمكن المحاضرة اللي جاية على حسب ما انا فاكر. فالفيو جروب بقى ده كده العنوان نفسه بيكون تحتيه كذا حاجة كذا نوع. فالفيو جروب اللي هيسمح لي ان انا احط الفيوز بتاعتي جنب بعضها او تحت بعضها، فده كده احنا هيكون اسمه ايه عندنا؟ اسمه linear layout. فده كده هو الفيو جروب اللي هيسمح لي ان انا احط الحاجات ايه تحت بعضها او جنب بعضها. ولحد ما نبقى ندرس الكاستمايزد ده كده حاجه اسمها constraint layout. يبقى زي ما انتم شايفين كده ايه، ده كده خلاص بقى عندنا الحاجه بتاعتي، بس في بس هنا حاجه صغيره ان constraint layout هي بس ناقصها هنا في حرف ناقص عشان بس ما اكونش كتبتها غلط. هي هنا constraint layout بالشكل ده. فدي كده هي مين الفيو جروب بتاعي اللي هو لينير لي اوت، حاجات جنب بعضها وتحت بعضها، او كونستنت لي اوت اللي هي الحاجات ايه الكاستمايزد. طيب ده كده بالنسبه لنا الجزء الاول.